بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهات درعة تفيلات الموقر، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، بعد النجاح الذي عرفه تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ببلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2021، والذي تم ولله الحمد في ظروف جيدة اتسمت بالشفافية والمصداقية واحترام إرادة الناخبين، خاصة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أملتها جائحة كوفيد-19، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة على المستوى الوطني 50.18%، وعلى المستوى الجهوي بلغت 61.95% على ما أتذكر. يشرفني أولاً أن أهنئكم بالثقة التي وضعتها فيكم ساكنة جهة درعة تفيلات، لتكونوا أعضاء لهذا المجلس الذي يعد قاطرة للتنمية التي يقودها عالم البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصابه الله. ويشرفني اليوم كذلك أن أحضر هذا الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس مجلس جهة درعة تفيلات ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه. وفي هذا السياق وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات، أدعو السيد محمد فريكس لترأس هذه الجلسة باعتباره العضو الأكبر سنا وكاتب المجلس ونائبه، فعلى بركة الله نشرع في عملنا. أطلب من السيد الكاتب توزيع الأوراق إثبات التصويت على السادة أعضاء المجلس. الذين صوتوا للسيد مع التأكد من اسم كل عضو. 15 16 17 20 21. أردت أن أعبر لكم عن صادق شكري وامتناني على التقدمات المنحتموها لي لقيادة هذه الفترة الامتدادية المليئة بالتحديات والآمال والانتظارات. وفي جهة ذات رمزية خاصة وبعد ما قطع مسلسل جهوية متقدم أشواط هامة مستلهما توجيهات المدنية السامية باعتبارها لضرورة سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقاربية والبيئية، تضم بناء اقتصاد ناجع وقوي لجهتنا لحث التنمية المنشودة وتوفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ولم يتأتى لنا ذلك إلا بتوحيد الجهود وإحكام التخطيط وتسريع وتيرة الإنجاز وبالصرامة في التقييم والتقويم وتفعيل آليات التعاون
بين الجهات والدولة ومختلف المتدخلين في بناء وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. الثاني رشيد حسني الاستقلال، النائب الثالث يوسف زكيف الأصالة المعاصرة، النائب الرابع مولاي عبد الرحمن الإدريسي، النائب الخامس العلوي محمد، النائب السادس لطيفة حدوقة، النائب السابع عامري فاطمة، الكاتب مولاي إبراهيم الكبير أصالة المعاصرة، نائبوه عبد العلي. هذه اللائحة التي اقترحها على السادة المستشارين ولكم الكلمة. والتوقيع. الله يخليكم. وضع العلامة في الخانة. الاستحقاقات ونقول الصراحة كنت حاضر في الميدان وهني السيد الوالي وهني السلطات الإقليمية والسلطات المحلية على الأمام اللي قدموا لنا. الله يخليكم. عندي اقتراح الإخوة أعضاء المجلس الكل مدعو لوجبة غداء إن شاء الله بنادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للتابينات، لان الساكنه ديال قاعه التابينات كتنتظر منا الكثير، واظن ان ان شاء الله مع المساعده ديال السيد الوالي غادي ان شاء الله تكون انطلاقه جديده لهذه المنطقه، ونطلب التوفيق للجميع والله يخليكم. بغيت ابتداء من اليوم ما كانش عندنا شي خلاف، نديروا يد في اليد ونديروا انطلاقه وحده وحنا عائله وحده. والهدف ديالنا وهو نخدم على الهشاشه نخدم على الفقر نخدم على المشاكل اللي كتعيشها المنطقه. وشكرا. وخالص التثبت المتين باهداف العرش العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلال، اننا عايرهم الاوفياء بهذه الجهه لا يغتنمون هذه المناسبه للتعبير لجلالتكم عن امتنانهم وسابق شكرهم لمبادراتكم الملهمة وقراراتكم السديدة وتوجيهاتكم النيرة التي جعلت من المملكة المغربية في عهدكم الزاهر نموذجا يتحدى ومرارا بين الأمم الراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر جزيل الشكر ساكنة درعة تافيلالت على بكل صراحة المساعدة اللي قدموها لنا في هذه المرحلة ديال الانتخابات. اللي نقدر نقول لكم بأن ولله الحمد تم الانتخاب اليوم الاثنين 21 سبتمبر على أعضاء المجلس.
وكيف كتشوفوا السادة والسيدات رجال ديال الصحافة والإعلام أن الدورة دس واحد الجو عائلي، وكان التصويت تقريبا ماشي تقريبا 100% على الرئيس ونوابه والكاتب ونائب الكاتب. فهذه انطلاقة إن شاء الله اللي غادي تكون جد مهمة للمنطقة، لأن منطقة تافيلالت تستهل الكثير، وأنا كابن هذه المنطقة كإطار هذه المنطقة جابتني غير على بلدي باش نخدموا إن شاء الله هذه البلاد، لأن حصل لي الشرف أنني اشتغلت جميع الأقاليم ديال الجهة، فعندي واحد المنظور على الجهة ديالنا، وأنا إن شاء الله غادي نمد اليد جميع الفاعلين في الميدان بما فيهم المؤسسات الحزبية، المجتمع الوطني، المجتمع المدني، ورجال الصحافة وجميع المتدخلين، باش إن شاء الله نزيد بهذه المنطقة ديالنا إلى الأمام. الهدف بكل صراحة ابتداء من اليوم وهو تنمية درعة تافيلالت، هذا هو الشعار الأول تحت الرعاية ديال سيدنا الله ينصره، وشكرا.